السلام عليكم، راح نبلش بشرح آخر جزء من تابتر 3. هذا الجزء بحكي لي عن البلوك شير. البلوك شير، شو يعني البلوك شير؟ خلينا نشوف إنه مثل ما بنسترجع بهذا التابتر، حكينا عن طريقة ال ار اف دي. شفنا إنه إحنا بنصمم على حالتين، حالة اليلدينج وعلى حالة الرابتر. يلدين كنا نحكي انه الفاي ار ان اللي هو الديزاين تساوي 0.9 اريا جروس اف واي. رابتشر نحكي الفاي ار ان تساوي 0.57 اريا افكتيف في فيو. اريا افكتيف كانت عبارة عن يو ارينت. ارينت هي عبارة عن الاريا جروس ناقص مساحة البراغي. هسه احنا راح نصمم على اشي ثالث اسمه بلوك شير. يعني هسه احنا بحسابات بالتشابتر قبل كنا نحكي يعني فعليا نجلكت بلوك شير، يعني جهل بلوك شير. طب شو يعني بلوك شير؟ لو متخيلنا صفيحة زي هيك، صفيحة او سأل سكشن مربوط اللي كتبنا على الفاضي ما مشان نظروف الكلام. تخيلنا صفيحة زي هيك، مثلا L section مربوط بصفيحة ثانية هيك، ليش فيها كيف الشكل عملنا بالصفيحة الرئيسية. لو حكالي عليها براغي صفيحة زي هيك، احنا كنا نحكي الفشل كيف بصير. بصير انه بالبراغي او هاي، او انه بفشل بالرابتر او باليلدنج. هسا بحكي لي انه البلوك شير، بحكي لي انه الفشل بيصير عندي بهذا الشكل، انه بمر من خط البراغي من بداية اول هول لسنتر اخر بغي، بضل نازل او طالع حسب ايش، حسب المسار الاقل. يعني اذا كانت هاي المسافة 5، المسافة 6 روح على ايش، روح للخمسة. هاي المساحة المضللة مساحة البلوك شير. هسه راح نحل عليها بروبلم وراح نتعلم شو بصير عندنا. هسه لو كانت المسافة هاي العكس، هاي 5 وهاي 6، المسافة من سنتر الأعمدة سنتر البراغي لو طلع، هاي بصير الفشل عندي زي هيك، بصير عندي الفشل زي هيك. هسه الفشل هون بحتاج عندي نوعين من الفشل، فشل شير وفشل تنشن. هذا الفشل، هاي هذا الخط، هذا الخط هو الشير بالرمز V، وهذا الفشل هو التنشن. هو التنشن هاي القوة. طيب هسه لو تخيلت عندي W section زي هيك، صفين براغي بالفلانج. لاحظنا كثير أمثلة عن زي هيك، انه في براغي بالفلانج يعني زي هيك. هون الفشل بيصير عندي بالحالة هاي نفس الطريقة، من سنتر الهولز المسافة الأصغر، نفس الشيء هون سنتر الهول المسافة الأصغر، أصغر من هيك يعني، وهاي المنطقة اللي بتشير. عندي مساحتين، عندي هون مساحتين بشتغل عليهم. طبعا خط التنشن نفسه، خط الشير نفسه، ما التنشن حسب المسافة. إذا هاي المسافة نفس هاي، يعني بصير احسب لوحدة واضرب باثنين. ممكن الفشل بهاي الحالة يكون عندي مثلا هذول برغيين ماشي للاخر، بكون عندي مساحتين شير مساحة تنشن، فهي بلوك شير حسب الفشل وين بحدث. كان عندي الحام، لو كان عندي الحام زي هيك، صفيحة ثانية، صفيحة ثانية مربوطة فيها ملحومة زي هيك، ملحومة طبعا هون هيك، ملحومة بكل الأماكن. فهون الإلحام كيف بصير؟ ممكن إنه أشدها أشدها أشدها، وهاي المنطقة تنكسر.
هاي المنطقة تنكسر، فهي البلوك شير، هاي هي البلوك شير. طبعا هذا الشير وهذا التنشن. طيب ممكن انه ظل شادها 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 ويكبر معي هيك، يعني هاي تنزل لتحت، تكون مساحة البلوك شير هيك، هاي الخط الأزرق هي مساحة البلوك شير هاي كاملة، زي كأني قبعتها قبع لتحت. هسا معادلة البلوك شير، معادلة البلوك شير هي الفاي ار ان، فاي ار ان البلوك شير هو عبارة عن ايش الأقل من هذول القوتين، الأولى اللي هي 0.6 اف يو الاريا نت للشير، حكينا في عندنا شير وتنشن كل يعطى بس نفس بعم زائد يو بي اس اللي هي واحد، دائما واحد يو بي اس اف يو اريا نت للتنشن. تمام. شو بتقارنها مع معادله ثانيه عباره بتكون عن 0.6 اف واي اريا جروس للشير زائد يو بي اس لحد الثاني نفسه اف يو اريا نت للتنشن. طيب معادلة البلوك شير طبق يا الصف القوة الأولى أو القوة الثانية، بشوف من الأقل فيهم وبصمم عليها. بصمم عليها شو بعمل؟ هاي هي الـ Rn، هاي هي الـ Rn باي Rn. بس دائما البلوك شير هو عبارة عن رابتر، يعني 0.57 في الـ Rn هي الأقل بيناتهم. تمام. دائما 75%، يعني الناتج من هذول القوتين الأقل بينهم بضربه 75%. طيب شو صف علينا؟ صف علينا شوف حدود حدود القوة. عندي area net للشير، area net للتنشن، area gross للشير. شو بعمل؟ كيف بدي أوجدهم هذول؟ شيء بسيط جدا، ولا هو ضعف ولا في أي شيء. تخيل عندك الصفيحة هاي وفي عندك فراغ زي هيك، حكينا المسافة أعطاني هاي المسافة، أرسمها ثاني. المسافة مثلا من هون لهون عبارة عن 8 إنش، المسافة من هون لهون عبارة عن 2، والمسافة مثلا من هون لهون عبارة عن 2.5، المسافة من هون لهون عبارة عن 3. هسا كيف بحدث البلوك شير؟ تعلمنا هسا حالات البلوك شير كاملة، حكينا البلوك شير مش من النهاية، على انه هاي المسافة مش معي، طلع المسافة اللي معي، بطلع على المسار الأصغر، مين الأصغر؟ الثلاث ولا الاثنين ونص؟ راح تقول الاثنين ونص. البلوك شير عندي زي هيك، بلوك شير في هاف كلياته، من سنتر الأعمدة بالأفق، سنتر الأعمدة، مش أعمدة، هولز، النهاية. شو طلع علينا هسا؟ نحسب، حكينا هذا المسار، حكينا هذا المسار هو الشير، هذا المسار هو التنشن. فإذا هسا اللي بيحدث عندي انه هاي اللي بالخط الأزرق وتكملة الأسود هاي هي اللي بتنقلع، في عندي شير وفي عندي تنشن. الشير الأريا جروس، دائما الأريا جروس شو احنا دائما بنحكيها؟ الأريا بدون ما في براغي، يعتبر انه ما في براغي. قديش الأريا هذا الخط؟ اعتبر هذا الخط مضروب جوا بالثيكنس، ايش هذا الخط طوله؟ احكي لي هذا الخط طوله 2 زائد 8 كم؟ 10. في ايش؟ في الثيكنس. ثيكنس لايش؟ هسه هذول البراغي بالويب، كيف ثيكنس الويب؟ براغي بالفلانج، ثيكنس الفلانج، بليت هاي ثيكنس البليت. تمام؟ الاريا جروس ال 10 في الثيكنس. الاريا نت، الاريا جروس لمين؟ لاي مسار هذا الخط الاسود هذا؟ شوي هذا الخط، هذا بس خط الشير، ايش هو؟ اريا كروس للشير تساوي طول الخط 10 مين في الثيكنس، الثيكنس المكان اللي فيه البراغي. الاريا نت للشير، كيف عندي اريا نت شير واريا كروس شير؟ الاريا نت للشير طول الخط منه طول البراغي الهولز، اللي هو مساحات الهولز. قديش طول البراغي كامل؟ طول الخط الازرق هذا 10. بدي اطرح منه كم هولز عندي؟ كل عندك هول هولتين، بدي انا لهون من السنتر وامشي، هاي كم؟ نص هول. يعني بتطرح 2.5 هول،
نص هول بس ناقص 2.5 ايش؟ طبعا قطر البرغي 1 مثلا 2 متر زائد 1 على 8 كلياته مساحة ربع بالثيكنس، تمام، 10 في الثيكنس ناقص 2.5 كذا كذا في الثيكنس، يعني اريا جروس ناقص تحت البرغي. كم برغي عندي انا؟ 2.5. اما حالة التنشن بس فيش اريا جروس تنشن، هون اريا نت تنشن مباشرة، هون تكون طول الخط هذا هو المسار الأقل هو 2.5، تطرح منه نص هول بس لأنه إحنا للسنتر، هاي كم؟ نص هول، نص مين هول في ديميتر زائد 1/8 في إيش؟ كامل مضروب في الثيكنس. انتبه إنه الثيكنس مضروب بالكل من برا، يعني أنا بطلع طول بضرب في الثيكنس، يعني صفى عندي لو عندي زي هيك مسارين عندي زي هيك بلوك شير، حكينا بيجي زي هيك وبطلع بلوك شير بيجي زي هيك بنزل هون، لأنهم نفس الطول نفس الارتفاعات بحسب لوحدة وبضرب. أنا ما بحب، بحب لأنه مرات ممكن يتغير فبحسب لوحدة. فأريا جروس للشير شو بدها تكون؟ أريا جروس للشير هذا إجباري الخط الشير نفسه، خط الشير نفسه، فمباشرة بحكي الطول هذا سميته الفتحة، تمام؟ رح يكون عندي الفتحة في مين؟ في الثيكنس، افرا في الثيكنس، تمام؟ ايش؟ في 2. ليش في 2؟ لأنه عندي مساحتين، مساحة اللي فوق والمساحة اللي تحت. طيب هي نت للتنشن، هي نت للشير قصدي، هتكون عندي الفتحة، هم رص كل شيء نفس الإشي، بحكي 2 مضروب في الفتحة، رح منها هولز، هولز، هولتين، ثلاث، ثلاثة ونص، ثلاثة ونص في زائد 1/8 هذا كامل مضروب في الثيكنس، اثنين في الثيكنس في هذا الطول. بين التنشن هتساوي عندي الطول هذا لو سميته دي فتحة، دي فتحة على فرض انه نفس المسافة، تحكي اثنين في دي فتحة ناقص متر، كم هاي؟ نص من نص هول من هون ونص من الجهة الثانية، بس أنا ضارب اثنين يعني خلاص بعتبرها نص، نص في زائد 1/8 كامل مضروب في الثيكنس اللي فيه البراغي. انتبه إنه اثنين لأنه عندي صفيحتين، وهون نص لأنه نص هول، أنا بحسبها صفيحة وبضرب اثنين. طيب عرفنا ليش مساحات، مساحات اكزامبل بالكتاب. هاي سؤال قال لي ايه 572 جريد 50، يعني انه الاف يو له 65، ايش المنبر شلون عند الفيجر؟ هذا الفيجر اليوم كونكتنج وذ 3 بولز، فعندي ثلاث براغي ترمد ال ار اف دي بلوك شير رابتشر سترينث، يعني بده البلوك شير اند ذا اي اس دي اللو بلوك شير، الاي اس دي مش داخل، ووجد كمان ال ار اف دي للتنسايل سترينث، يعني اوجد اليل، فين يعني السؤال بده اوجد يل، اوجد رابتشر، اوجد بلوك شير. فبنبلش بالبلوك شير، نبلش بالبلوك شير لانه هو بلش بالبلوك شير، يعني انه هو حكى لي بلش بالبلوك شير. طيب البلوك شير حكينا ار ان بتساوي 0.6 فيو في اريا، شوف القانون، شوفه في اريا مثل الشير زائد يو بي اس، خلص هي واحد ما بنكتبها، فيو في اريا مثل التنشن بقارنها مع 0.6 اف واي اريا جروس للشير، جيت عليها الحد الثاني اللي هو اف يو اريا للتنشن، مع الملاحظه انه اف يو الاف واي اللي مش معطاه بجيبها من جداول هي 58. طيب السكشن عندي السكشن، السكشن هو عباره عن 6.5 صفيحه زي هيك، طبعا حكى لك انه هاي التنشن وهاي الشير، يعني شكل اللود عندي زي هيك، شكل اللود عندي زي هيك، ليش؟ لأنه التنشن هو عمودي على اللود، يعني إذا هذا شير هذا تنشن، بالتالي أنا عندي لاين واحد باقي مش ثلاث لاينات، أنا ليش ما حكيناش إنه في عندي ثلاث باقي زي هيك؟ إنه اللود عندي عمودي، اللود عندي عمودي، لما أشتغل
يشتغل على الخط اللاين، لاين البراغي بيكون هو موازي لللوج، أطول لاين البراغي. فأنا اللوج شير عنده بده يحضر هاي المسافة 2.5 وهي 3.5، معطيني المسافة من هون بلشت. البراغي عندي بتكون فالبلوك شير بيكون عندي زي اللي بالرسمة، بضل ماشي انتر اخر بلوكي وبنزل هيك. عبارة عن الالف فتحة الاريا جروس شير تساوي الطول كامل 4.4 كم 10 2 ثيكنس، كم الثيكنس الاريا نت للشير بدها تساوي الطول كامل 10 بطرح منه بحط زي هيك بطرح منه كم هولز عندي، هولز هول نص هول 2.5 هول متر متر 3.4 زائد 1.8 كامل هذا بضرب بالثيكنس اللي هو نص. طيب اريا نت تنشن، اريا نت تنشن تساوي هذا اللي هو 2.5 اطرح منه نص هول كمل بضرب في الثيكنس تمام. طلعت الاريا نت اريا جروس واريا نت شير خذهم بالقانون بيطلع معي معادلة نشوف كيف حلنا. شوف بس اللي حكينا احنا صح لا، اريا جروس للشير 10.5 تمام، الاريا نت للشير هي 10، شوف الثيكنس مضروبه بالنهائي 10 ناقص 2.5 هولز البرغي، بعدين الاريا نت للتنشن 2.5 منه نص هول يعني في النهاية يو بي اس 1 طبق المعادلة. السطر الاول 219 الأقل هذه والمعادلة الثانية 216، من الأقل فيهم 216 فبصمم على 216 وضربها ب 75% بيطلع عندي البلوك شير 62.7. بصمم بعدين على ايش هسه؟ على اليلدنج، اليلدنج بيكون عبارة عن الاف واي في الاريا كروس في البوينت 9 فبضربهم ببعض بيطلع معي 213.7 من الأقل بقول لحد هسه البلوك شير. فبجرب الرابتشر، الرابتشر قصدي طلع الاريا افكتيف اذا اروح على اليوم يعطيني هاي الليج هي الستة اللي هو ال 6 بأربعة معناته ال المربوطة، هذا سكشن لل ال المربوطة. ايش هاي السكشن لل ال المربوطة؟ لأنه هاي عرضها 6 إنه هاي هي اللج، فاللج المربوطة هي 6 فباخذ الاكس بار الأقل، بروح على الاكس بار المانيوال بطلعها 9.81 الاريا جروس إله هيك فبطلع الاريا يو بتطلع 0.88 بشوف الكيس الثاني بتطلع أقل طبعا 0.7 أو 0.8 هاي الديزاين فطلع عندي 184 213 162 من الاقل بلوك شير. مثل ما انتم ملاحظين البلوك شير اقل شيء، يعني تخيلوا احنا تجاهلنا البلوك شير كان فشل سكشن. انتبهوا البلوك شير احنا ما بنتجاهل. اكزامبل ثاني على اللحام، بدي اوجد ال ار اف تي ديزاين، يعني بدي اوجد يلد رابتر بلوك شير. طيب يلا يلد ايش بده يكون؟ مباشره المساحه هي نص بعشرة يعني 5 مضروبة 36 مضروبة 0.9 الرابتر، الرابتر هاي بليت، بليت لما تكون مربوطة كل أمكنة بكل يو بتساوي 1. الاريا نت نفس الاريا جروس ونفس الاريا افكتف مباشرة الاريا 5 مضروبة 0.57 مضروبة 58 بتساوي قيمة اليلدين بتساوي قيمة الرابتر. قيمة البلوك شير، البلوك شير حكينا انه ممكن تنفصل القطعة الملحومة هاي بس ممكن انها تنفصل هيك وتروح مثلا هيك والعكس وتنقطع كامل، بس كانوا مش معطيني مسافة للنهاية مش هي اللي بدي اصمم عليها البلوك شير بصمم معها. في عندي مسار، المسار عمودي على اللود هو التنشن، المسارين شير تمام، عندي مسارين شير ومسار تنشن. الاريا كروس الشير هتساوي 2 كم 4 8 2 لانه عندي 2 شير، والاريا نت للشير هتساوي نفسها اريا كروس للشير في حالة الالحام لانه ما في براغي يعني ما في اطراف هولز. الاريا نت للتنشن نفسها او اريا كروس تنشن تكون هاي المسافة كم 10 ثيكنس اللي هي 5 تمام، عندي مسار واحد تنشن مش مسارين فبنزل لاحظ هاي الـ yielding وهاي الرابتر
هاي البلوك شير، لاحظ انه الاريا كروس هي بس هيك، هاي الثيكنس نص، وهي لانه عندي قطعتين وهاي الاربعه، وهاي نفس الشيء شايف انه الاريا نت شير نفس اريا كروس للشير، الاريا نت للتنشن هيك. فطبق اخذ المعادلة الاقل، شوف هي 429 وهي 370، اقل 370 صمم عليها، لاحظ انه اليلدنج هو الكنترول. يعني هون لو انا اتجهت للبلوك شير اموري تمام، ليش؟ انه اليلدنج هو اللي صممت عليه. المثال الثالث، ترمان ذا الار اف تي ديزاين، ترمان ذا الار اف تي ديزاين اللي ان دبليو 12 ب 30، الاف واي 50، الاف يو 65، 7 8 فولتس، انكلود بلوك شير، يعني صمم بالبلوك شير. طيب اول شيء اليلدنج، بروح على المانيوال بجيب مساحه الاريا كروس، ايوه هاي معلومات ال دبليو 12 ب 30، الاريا كروس له كذا، الاكس له كذا، الثيكنس للويب كذا، الثيكنس للفلانج كذا، البي للفلانج كذا. طيب البي فلانج عندي زي هيك، عبارة عن 6.52، قال اصفاف البراغي بالسكشن اللي تحت اعطاني اياها زي هيك البراغي. هاي البلات عندي، البلات عندي، البراغي عندي زي هيك. هيك البراغي، هاي كاملة هي 6.52، في مسافة بالنص من البراغيين، يعني المسافة هاي إياها 3.5، قديش ضل من 6.52؟ بضل من كل جهة 1.51، تمام. كيف البلوك شير بصير؟ بصير من المسافة اللي معطيني إياها لهون، والمسافة اللي معطيني إياها لهون. شو بصير عندي؟ الاريا نت للشي، الاريا جروس للشير كم؟ كامل هذا 10 في ثيكنس، اي ثيكنس هم وين مربوطين؟ مربوطين بالفلانج، فبضرب بثيكنس الفلانج، تمام، بضرب باثنين لانهم نفس الطول. يبقى الاريا نت للشير بدها تكون طول 10، اطرح منه نص هول، هاي هول وهاي هول وهاي نص هول الثالث، والاريا نت للتنشن بدها تكون نص هول مضروب باثنين مضروب بالثيكنس، ثيكنس مين؟ الفلانج. فبحل طبعا هون اصمم على اليلدنج فوق، الرابتشر طلع الاكس بار من سكشن دبليو تي، احنا بنعرف انه اليو طلع من كيس 2 او من كيس 7، طلع من كيس 2 ومن كيس 7 طلعت كيس 7 اعلى، فالاريا افكتف كذا، فهي الرابتشر، فالبلوك شير هذا اسمه بلوك شير. اول شيء، اول شيء بننتبه انه الاربع براغي زي هيك، وكل برغي هيك شكله. فانا حاليا البلوك شير هاي القطعة الواحدة بضربها بأربعة، القطعة الواحدة بضربها بأربعة، هذول الصفين هم، هذول الصفين اللي تحت بالجهة الثانية بتكون بليت زيها يا براغي، تمام. فهون بضرب كل اريا بأربعة، ليش؟ البراغي على أربع أماكن، هيو أربعة في 10 في ثيكنس الفلانج، أربعة في الطول 10 ناقص النص في الدايمتر في ثيكنس الفلانج، أربعة في اتنشن كذا كذا، طلع طلع مع اللود زي هيك، وطلع مع الرابتر كنترول. هون أمثلة، هاي أمثلة، هاي آخر ثلاثة بروبلم، هذول والله كثير سهل. قال أوجد للـ RFT Design Strength and ASD اللي هذا WT 26.5، هذا السكشن WT، ليش؟ عشان أجيب منه thickness لأنه هم مربوطين بالفلانج. كيف شكل الـ WT؟ عندي زي هيك شكله، عندي البرغيين، برغي هون وبرغي هون، تمام. فكل شيء بضربه باثنين، كل شيء بضربه باثنين، بحل عندي هاي المسافة زي هيك، هاي مساحة البلوك شير، مساحة البلوك شير. بس أعطاني المسافة اللي بينهم، لو بدي أحلها، بدي أحلها منطقي إنه أكبر المسافة هاي، المسافة هاي والمسافة اللي بالنص، راح تقولي لا المسافة اللي بالنص تكون أكبر، فالأريات كلهم راح يطلعن أكبر، ما الاريا تنشن راح تكون اكبر، النهايه بصير عندي اللود اكبر، انا ما بدي لود اكبر، انا بدي لود اقل، بصمم مع هذول. طب هذول كيف بدي اجيبهم؟ هاي 5.5 معي، اجيب المسافه الصغيره هاي، بكل بساطه المسافه هي عباره عن بي فلانج، بي فلانج، بجيب بي فلانج من المانيوال، بروح منها 5.5 وبقسم على بقسم على 2 مشان تكون هاي المسافه وهاي المسافه. هذول بصمم مع واحد بضرب باثنين، ليش؟
هاي نفسها تخيلك الفلانج عندي زي هيك، هاي الفلانج الأولى، هاي هي هذا الخط، الخط هذا الخط، أنا لما أصمم لوحدة بضرب اثنين وبمشي. طيب حكينا الأريا نت تنشن، الأريا نت تنشن بدها تكون الطول هذا اللي بطلعه من 10 ناقص 5.5 على 2، أو 10 ناقص 5.5 الكل على 2، مضروب بطرح منه نص هول، بضرب بثيكنس الفلانج، ثيكنس الفلانج بضربه باثنين. ليش؟ لأنه عندي خط، يعني الأريا كروس للشير بدها تكون 6 8، 8 في ثيكنس للفلانج، الأريا نت للشير تكون 8، 2.5 هول مضروبة في الديميتر كامل، بضربه باثنين لأنه ثنتين خطين شير، بضرب ثيكنس فلانج. أخلص بطبق المعادلات وبشوف الديزاين بيطلع معي الجواب هذا. الجواب سي سكشن، السؤال نفس اللي فوقه. التصميم بيكون معي زي هيك، معي زي هيك، حل نفس السؤال اللي قبله ما بفرق شيء عندي، هذول بالويب فباخذ تكنس الويب مش تكنس الفلان. السؤال الحام بس طريقة الإكزامبل، عندي اليو واحد، اليو واحد، أو بجيب اليو من الإكسبار بطلع اليو. مثلا الرابتر واليدنج، عشان البلوك شير، البلوك شير عندي مساحة البلوك شير 6 في 3 على 8، يعني مساحة الاريا، شوفوا الاريا الكروس للشير تساوي الاريا نت للشير تساوي 2 لانه خطين شير، ضروب في 6 ضروب في نص، الاريا نت للتنشن تساوي الاجر كم طولها؟ 6 مضروب في كم؟ 3.8 متر. بصمم على البلوك شير اوبن. ولكن ان شاء الله تشابتر 3 انتهى. الاسئله اللي بالمانيوال هون حليناها، ممكن سؤال او سؤالين ما حليناهم، بس المهم الفكره ان شاء الله نكون التشابتر انتهى، نبلش بتشابتر 4 باقرب وقت ان شاء الله.